ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، لان انا بقالي فتره ما صورتش، داخله على اسبوعين تقريبا. في فيديوهات كتير كنت منزلها اصلا اوريدي متصوره. فكل سنه وانتم طيبين. ده اول حاجه. تاني حاجه، فكره الفيديو، انا بصراحه مش عارفه هي فكره الفيديو جديده ولا لا، بس اللي خلاني افكر في الفيديو ده كذا حاجه. اول حاجه ان انا لما عملت سيرش على الميك اب العرايس الاجانب لقيته مميز بكذا حاجه، تمام؟ فهنتكلم على الحاجات اللي بتميز الميك اب دوت، لانه مختلف خالص عن او مختلف بنسبه كبيره عن فكرنا او الميك اب بتاعنا في الافراح كعرب يعني، تمام؟ فهنتكلم عليهم وهوريكم صور واحنا شغالين عشان الفيديو ما يطولش مننا. تاني حاجة خلتني افكر في الفيديو دوت هو ان بصراحة كذا بنت بعتت لي، طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها، ربنا يا رب يزيح عنا هذا البلاء يا رب العالمين، اللي عامله قرايه فاتحه في البيت، اللي عامله كاتب كتاب في البيت، وهم اللي هيعملوا لنفسهم الميك اب. في كذا بنت بعتت لي طب نعمل ايه، عايزين حاجه سهله، عايزين حاجه سيمبل، وهكذا. فالفكرتين اتجمعوا مع بعض بصراحه، وهينزل يعني هيمثلهم الفيديو دوت. تاني حاجة ان احنا هنجرب النهاردة مع بعض برضو شوية حاجات كده جديدة، يا رب تعجبكم. واخر حاجه عايزه اقولها لكم ان هي حاجه ان شاء الله باذن الله هتفرح كام بنوتين ان شاء الله باذن الله. اول مره هعمل مسابقه عندي على القناه، قد تكون الجوائز مش كبيره بس هي حلوه وهتعجب بنات كتير، ويا رب يا رب تفرحوا. يعني هي الوحيده كان عايز يفرحكم بصراحه، انا والبنوته صاحبه الجروب اللي عامله المسابقه. فتابعوا اخر الفيديو عشان تعرفوا المسابقه على ايه. يلا بينا نبتدي. طيب دلوقتي اول حاجه هنبتدي بيها هي حاجتين بيميزوا الميك اب العرايس بتاع الاجانب. ايه هم؟ اول حاجه هم بيحبوا البشره تبقى جلوي، يعني مش مات، تحسي ان بشرة العروسة دايما جلوي، فيها لمعة كده طبيعية، تمام؟ دي اول حاجة. فاول حاجة هستخدمها هي يعني برايمر جلوي، تمام كده. فانا عندي اوبشنين، اوبشن غالي شوية، اوبشن رخيص خالص. عندي الاوبشن الغالي شوية هو بتاع لوريال ده، ماشي، اسمه لوريال ترو ماتش، تمام. وفي شبهه شويه بتاع بورجوان، هوريهولكم اللي هو ده، اللي هو اسمه بورجوان ستروب، ماشي. الاثنين دول طبعا سعرهم عالي شويه، تمام كده. وفي بديل ارخص انا بحبه قوي 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 قوي، ارخص بكتير انتوا مش متخيلين، بتاع بريتي وومن، تمام كده. فانا هستخدم النهارده البديل الارخص عشان البنات اللي بعتت لي عايزه ميك اب لوك للبيت، عايزه منتجات رخيصه شويه، فانا هستخدم ده. انت امكانك تستخدمي الحاجات الغاليه، ده رهيب، ماشي. يعني يمكن ده ما انصحكوش بيه قوي لانه بتاع برجواب للاسف للاسف بيعلق، للاسف يعني، مع انه هو مش عارفه 350 جنيه ولا ايه يعني، ما علينا، تمام كده. فهستخدم اول حاجه ده. او ماي جود، هحاول احط اكتر يعني بيز اكتر في الاماكن اللي انا اوريدي عايزاها تبقى جلو يعني، تمام. يعني مش هحاول اجيبه تحت العين مثلا، احط على الخدود كده. بصوا بيعمل ايه، بصوا بصوا شايفين بيعمل ايه في البشرة؟ واخدين بالكم؟ شايفين؟ شايفين؟ شايفين الجلو اللي بيديه؟ طبعا انا عايزة اقول لكم ان التنت سوري الهايلايتر برايمر دوت انا عاملة لكم عنه ميك اب فيديو كامل، وعاملة بيه برضو ميك اب كامل، تمام. هسيب لكم اللينك الفيديو تحت، وهسيب لكم صفحة الدكان اللي منها البرايمر ده برضو تحت، تمام. دي اول حاجة. تاني خطوة هي الفونديشن. الناس دي برضو بيحبوا دايما في لوكاتهم الفونديشن الخفيف، التغطية تكون طبيعية جدا مش فول كفر، ماشي. انا ما بتكلمش دلوقتي على مكياج الاجانب ان هم بيعملوا حاجات مش عارفة ايه، لا انا بتكلم على العرايس. يعني انا لو وريتكم هنا مثلا كذا صورة
هتشوفوا قد ايه الميك اب ناتشرال، حتى اصلا مفيش كونتور، يعني هتلاقوا ان البياض او الميك اب بتاعهم نو كونتور، يعني كونتور حاجة مش موجودة اصلا، تمام؟ فبيحبوا الحاجة تكون طبيعية وناتشرال على قد ما تقدري، تمام كده. فانا هستخدم النهاردة اكتر فاونديشن هيلسي لوك على اسمه اصلا، اللي هو برجوة هيلسي ميكس، من اكتر الفاونديشن اللي ممكن تعمل لك ناتشرال لوك، تمام كده. طبعا لما يكون الفاونديشن بتاعك خفيف، اعلى تغطية تغطية اعلى تغطية بتاخديها بيكون بالفرشة، تمام كده. عايزة تغطية اخف بتكون بال ايه ده، انا نسيت اصلا ان انا المفروض سوري انا نسيت ان انا المفروض اصلا هنستخدم طقم فرش جديد، ما شاء الله عليا، تمام. المفروض احنا هنستخدم مع بعض طقم فرش جديد، بس هو الصراحة الطقم ما فيهوش فرشة فاونديشن، فمش مشكلة، كويس ان انا افتكرت. هعمل بس كنسلة للهالات بتاعتي بالكونسيلر بتاع لوريال انفيليبل، درجة بتاعتي رقمها 332، وهحط حاجة بسيطة لان انا عندي خطوط والبتاع ده بيخش في الخطوط، فبقى بحطش منه كمية كبيرة. والبيوتي بلندر اللي انا هستخدمها دي من عند جروب يلا شوبينج، اللي انا هنستخدم منه النهارده كذا حاجه. الحقيقه ان البيوتي بلندر دي يا جماعه من احسن انواع البيوتي بلندر اللي انا استخدمتها الرخيصه، انتوا مش متخيلين استخدمت كذا بيوتي بلندر رخيصه. يعني مثلا هنقارن مثلا بين دي ودي، بصوا دي بتنزل للاخر ازاي، ودي عايزه اقول لكم ان كده دول ناشفين، هوريكم واحده تانية. بص دي بتنزل، بص صباعيني بيوصلوا لفين، بص دي كده اخرها. ففعلا البيوتي بلندر دي رهيبه. وعايزه اقول كان اسمها كاتريس، قولي لها عايزه كاتريس اللي بتكبر بالميه، رهيبه رهيبه. يعني عايزه اقول لكم هي طريه كده وهي ناشفه، تخيلوا بقى وهي مبلوله يعني بتبقى عامله ازاي، حلوه قوي. بعدين هياخد كونسيلر من كاتريس دي درجته 05، تمام، هعمل بيه تنوير. بعد كده هبتدي اثبت وشي. طبعا ما تيجيش كونتور يا رولو، زي ما قلت لكم الكونتور عندهم يكاد يكون مش موجود، فهكتفي ان انا اعمل برونزر او كونتور باودر. هثبت وشي، وبرده نخلي بالنا ان هم ما بيحطوش باودر كتير، زي ما قلت هم بيحبوا الوش جلوي. فانا يعني هثبت اكتر حاجه في تحت العين، الدقن، الكلام اللي هو اوريدي بيدهن عندي، وباودر بسيط على بقيه الوش. زي ما قلنا عايزه حاجة رخيصة وفي متناول الايد، عندك مثلا بتاعت اماندا، امكانك غي يعني تجيبي حاجة اغلى، هتجيبي بتاعت يعني لو عندك بتاعت لورا مارسيه، اي حاجة في النص يعني اللي عندك اشتغلي بيه، والله كله تمام. الطقم الجديد بتاع الفرش اللي احنا هنستخدمه النهارده من بي اتش، وده طبعا كوبي، تمام. ولكن هو يعني صباح الشياكه والجمال والاناقه وكل حاجه حلوه بجد. يعني بصوا دي عامل ازاي. طبعا اللي متابعني على الانستجرام هيكون اوريدي شايف الكلام ده. تابعوني على الانستجرام يا بنات، لان كل حاجه انا بوريها لكم اول ما بتجيلي او اول ما بجيبها على الانستجرام، سواء جايباها سواء جايالي، كله بيبان على الانستجرام بوريه لكم، تمام. فبصوا الشياكه بقى، تخيلوا كده لو انت عروسه مثلا او يعني بتجهزي نفسك وتحطي الجمال ده، عايزه اقول لكم ده جلد، تمام، تحطي الجمال ده على التسريحه بتاعتك. بس عايزه اوريكم تشوفوا الديتيلز، شايفين الجمال، تحفه تحفه حقيقي، حاجه كده وهميه، يعني حاجه محترمه وكواليتي محترم قوي يعني، تمام. نرجع الاضاءه تاني بقى،
تمام، تعالوا بقى النهارده هنستخدم مع بعض الطقم ده، عباره عن 12 فرشه. تعالوا نشوف هنستخدم ايه منهم، هو ما فيهوش فرشه حواجب. طب تعالوا بس نرجع الحيويه شويه للوش ده، احسن انا حاسه ان انا بقيت مومياء. تمام، هستخدم البرونزر بتاع ايفون. انتوا عارفين ان انا بحب حاجات ايفون جدا، ده درجه ميديوم. تمام، ده مات ما فيهوش اي لمعه، وهياخد الفرشه دي من الطقم الجميل اللي معانا. بصوا هي فلافي بس انجل كده. تمام، هياخد منه ونبتدي نرجع بس شوية حيوية للوش ده. سبحان الله، مش هنحط كتير لان زي ما انا وريتكم في الصور ما بيستخدموش كونتور كتير، ما بيعملوش دفى للوش كتير، هما مستمتعين قوي ببياضهم الاوفر ده. احنا بنحب البرونزر قوي، انا بحب البرونزر قوي. طبعا مفيش فايده فيا، برضو زودت شويه برونزر بس ما قدرتش يا جماعه اكون شبه زيهم كده. تمام، طيب نيجي بقى للحواجب. هم طبعا بيحبوا الحواجب الناتشرال جدا 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 جدا. تمام، بيحبوا حواجبهم يعني طبيعية فوق ما تتخيلوا. فانا عشان اقلل البرودكت اللي هنستخدمهم هستخدم يعني باودر حواجب من نفس باليت الايشادو اللي احنا هنستخدمها النهارده، وهي الباليت دي من بريتي وومن. الباليت دي بنات كتير جدا كانت عايزاني ان انا اعمل عنها ريفيو، فلقيت الوانها حلوه قوي مناسبه للي احنا هنعمله النهارده. تمام كده، الوانها جميله بصراحه، عجبتني قوي. اول حاجه يعني حابه اتكلم عنها الباكج يا جماعه. لا بريتي وومن اقسم بالله، لا بتصرف جامد على الباكجينج، يعني حاجه فخيمه. يعني انت تمسكي البالت كده في ايديكي تحسي، بصوا تحسي انت ماسكه حاجه غاليه فعليا، حاجه غاليه فعلا. بصوا المرايه قد ايه، والكواليتي بتاعتها حلوه جدا. نخش بقى على الاي شادو، بصوا الجمال، حاجه محترمه قوي، يعني عجبتني قوي. الناس اللي بتحب، يعني بحب انا الشركات اللي بتطور من نفسها قوي. فهنختار لون نعمل بيه الحواجب. بصوا هو انا شاكه في الالوان اللي موجوده لان كلها على بنيات محمره، مفيش فيها بنيات بارده، فهجرب الدرجه دي. لو طلعت حلوه اتس اوكي هكمل بيها، لو طلعت مش حلوه هضطر اخد حاجه من عندي. تمام كده، زي ما قلنا الطقم الفرش ده مفيهوش فرشه حواجب. تمام شغال، لا مش شغال. لا محمر، وانا بحبش حواجبي تبقى حمرا الصراحه. فهروح للوني المفضل الفتره الاخيره من باليت ميسيلين، اللون اللي هو الجري ده. عملت حواجب بنات بس طبعا مش كل الاجانب حواجبهم بتبقى تقيله زي حواجبي، فانا هحاول يعني لونهم غامق قصدي، فانا هفتح لون الحواجب شويه بالمسكرة دي من ايفون. دي مسكرة الحواجب الجديده بتاعتهم، الدرجه دي اسمها لايت براون. بصوا الفرشه بتاعتها صغنونه وجميله ازاي. على فكره انا كنت عامله لكم فيديو كامل عن منتجات الحواجب الجديده اللي ايفون نزلتها، منتجات حواجب كذا حاجه كتير، فعامله لكم فيديو كامل عنهم، هسيب لكم لينك الفيديو تحت عايزين تتفرجوا عليه. بصوا هشقر او هفتح درجه اللون بتاعه الحاجب بتاعي شويه. بقول لكم يا بنات، بغض النظر ان حواجبي ما طلعتش طبيعيه خالص وطلعت محدده وشرب جدا، وده طبعا بسبب الماسكارا الملونه. عشان كده انا الفتره الاخيره عشان انا بحب اللوك الطبيعي بحب استخدم ماسكارات شفافه عشان بتدي لوك طبيعي اكتر، بس حبيت افتح لون حواجبي فاضطريت استخدم الماسكارا. ما علينا، المهم ان الفرشه اللي هي رقم 12 في الطقم ده اللي هي شكلها عامل كده اهي، الفرشه دي تحفه في تنظيف الحاجب ودمج الكونسيلر حوالين الحاجب، فظيعه فظيعه، سواء من التنظيف فوق سواء من التنظيف تحت، اكتشاف يعني. لا تحفه.
بعتذر تاني ان حواجبي ما طلعتش ناتشرال خالص. هاخد الفرشة البليندنج الكبيرة دي، ماشي، دي رقمها 5 من الطقم ده، وهاخد اللون الفاتح قوي اللي في الطقم ده، اهو اللون ده، وهثبت بيه الجفن اللي انا مبطناه اوريدي من باليت الكونتور او الكونسيلر من بتاعت ان واي اكس. تمام، هثبت بس الكونسيلر ده. طيب نرجع بقى نشوف ايه الحاجة اللي بتميز الاي شادو او اللوكات بتاعت العرايس الاجانب. الحاجة اللي بتميز اللوكات بتاعت العرايس الاجانب طبعا غير الحواجب الناتشرال اللي انا بوظتها الحمد لله والشكر لله، تمام كده، الاي شادو بتاعهم ناتشرال فوق الوصف والخيال وكل حاجة، بيبقى بسيط جدا جدا. بيبقى نوعين بالظبط اللي انا بشوفه، اما ان هو بيبقى لون فاتح شمر من هنا وبيدخلوا عليه لون بني في الجناب، وده بيبقى اكتر حاجة سيمبل، لا او في بيبقى سيمبل اكتر ان هما بيحطوا لون شمر في العين من فوق وخلاص كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام. اما ان هما اكتر حاجة شفتها فظيعة ان هما بيعملوا سموكي، وسموكي كمان يا اما بيبقى قليل قوي، لما الصور اللي شفتها لما تكون سموكي كامل دايما بيبقى سموكي ايلاينر بس، يعني سموكي في اخر العين بس، تمام. فده اللوكات اللي انا شفتها للعرايس الاجانب، وحتى لما كنت بشوف مسلسلات وافلام اجنبي نفس اللوكات هي يا اما ناتشرال خالص فوق العين مفيش حاجه، اما ان هو بيكون سموكي في اخر العين، تمام. تاني حاجة برضو ما بيركبوش رموش، يعني نصهم نقول 50% ما بيركبوش رموش، بيعتمدوا على تكثيف المسكرة العادية او ان هم بيركبوا رموش خفيفة خالص 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 ناتشرال خالص، ولو حد فيهم ركب رموش اوفر بيبقى مش حاطط اصلا اي اي شادو جامد فوق العين. فهي دي الحاجات اللي انا خدت بالي منها. فهنشوف البلد دي هتوصلنا لايه. طيب اول حاجة هعملها ان انا هاخد اللون الشمر ده، تمام، ده هعمل لكم منه سويتش على ايدي. بصي جت منه حتة هنا، بصوا نور ازاي ما شاء الله، بصوا اللون حلو جدا فظيع، تمام. هاخد اللون ده واحطه على الجفن المتحرك. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في اللون؟ فظيع. البالت دي فيها، سوري البالت قصدي في طقم الفرش ده، هو يا جماعه صحيح انا نسيت اقول لكم ان البالت ديت وطقم الفرش ده من عند نفس الجروب اللي منه السبونش اللي انا قلت لكم عليها اللي هو يلا شوبينج، تمام كده. فبصوا الفرشه دي رقمها 8 من الطقم بتاع الفرش دي، تعتبر من الفرش اللي بتميز الطقم دوت، لان الفرشه دي مش موجوده في اطقم كتير جدا، وهي فرشه بليندنج بس صغنونه جدا، صغنونه قوي، بتدمج في مكان صغير قوي. فانا هاخد اللون الهافون ده، تمام، وهدمجه في كسرة العين. واو بصوا البيجمنت بتاع اللون، خدت فرشة بليندنج كبيرة شوية اللي هي رقم 7، دي اكبر منها شوية، هو في 3 احجام من الفرش بليندنج او 4 في الطقم ده، ودي حاجة حلوة جدا. خدت رقم 7 الاكبر وابتديت اوسع الدمج على فوق شوية، جبته عند الانف من قدام وطلعته عند الحاجب من فوق في اول العين. كل ده انا بشتغل في نفس اللون. هبقى عايزة ادي ديفينيشن شوية للعين، او يعني عمق اكتر او تحديد اكتر. هاخد هرجع للفرشة الصغيرة تاني اللي هي رقم 8، وهاخد اللون الغامق اللي هو اللون ده، تمام، ده اغمق من اللون اللي انا كنت بستخدمه، وممكن اخد معاه تنتوفة صغيرة من اللون البني المحروق ده، حاجة بسيطة، تمام، وهاجي عند كسرة العين بالظبط واشتغل هنا كده. تعالوا يا بنات نعمل العين دي زي العين دي. العين دي زي ما انتم شايفين دي لحد دلوقتي ما فيهاش اي رموش، عشان نشوف اللوك بس هيطلع ازاي من غير رموش الاول. دلوقتي هنعمل ايه؟ هاخد فرشة انجل صغننة كده، ماشي، وهاخد اللون البني اللي هو اغمق لون في البالت،
وهعمل بيه وينج ايلاينر. ومش هدخل بيه لجوه لحد نص العين بس. هبتدي ادمج اللون ده لجوه كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهرجع بالفرشة الصغنونة اللي هي اصغر فرشة دمج دي، وهاخد نفس اللونين الغامقين اللي هو اللون ده مع اللون ده، وابتدي ادمج ايه بقى في كسرة العين. بعدين بنيت من نفس الطقم هاخد الفرشة دي اللي هي رقم 9، هي فرشة فلافي بس مبططة كده شوية اهي. تمام هاخد نفس اللون الهافان اللي انا خدته الاول اللي هو البيزك او اللون ده، وهحطه تحت العين فقط، مش هحط اي حاجة تاني تحت العين. تمام انا مش عارفة ليه هو باين عندكم على اورنج، الموضوع مفهوش اي اورنج خالص، كله بنيات مش فاهمة في ايه. ما علينا. بعد كده يا بنات هاخد القلم دوت من ميبيلين، ده قلم كحلي يعني اسود، وهحط كحل في عيني من فوق. وبعدين هاخد الماسكارا برضو من ميبيلين. تمام وهحطها. بعد كده هاخد فرشة ايلاينر، وهاخد اغمق بني في البالت، اغمق لون بني في البالت برضو، وهعمل بيه بوز في اول العين كده، بيبقى ناتشرال اكتر باللون البني والاي شادو زي ما عاملة في العين التانية. طيب انا هكمل اللوك من غير رموش، وهخلي رموش اخر حاجة خالص، عشان زي ما قلت لكم معظم او في نسبة كبيرة منهم ما بيحطوش رموش، بيعتمدوا على كثافة الماسكارا، يعني ممكن يحطوا كذا طبقة كذا طبقة من طبقة من الماسكارا. انا هنا حاطة طبقة واحدة بس من الماسكارا. هكمل اللوك من غير رموش، وفي الاخر خالص هحط رموش خفيفة كده. تمام هحط بلاشر عشان ما حطيتش بلاشر. هاخد البلاشر ده من ذا بالم اسمه كابانا بوي. تمام هو لونه فاتح كده، انا بحسهم برضو بيحبوا البلاشر الفاتح. وهاخد الفرشه الكيوت دي من الطقم برضو، دي رقمها 3، وهبتدي احط البلاشر. ما بقى بيحبوا البلاشر قوي بسهم، هي دي احسها ان دي اهم حاجه عندهم في في الميك اب بتاعهم اصلا، بلاش. هرش فيكس بلس النهارده من بتاع ميسيلين، على الرغم ان ما بحبش ريحته بس هنستخدمه يعني. وهستخدم معاكم النهارده هايلايتر جديد جدا، اول مره استخدمه، وكان بنات كتير جدا كلمتني عنه او قالت لي عليه، وهو الهايلايتر الجديد بتاع شو جلو من ايفون. نزل منه درجتين، انا عندي الدرجتين. طبعا انا هسيب لكم لينك الصفحه اللي فيها منتجات ايفون تحت في صندوق الوصف يا بنات. تمام وكمان الصفحه دي بتعمل عروض كتير فهتحبوها يعني، وانا اتعاملت معاها قبل كده، اللي هي صفحه صبايا او بيبو. تمام في منه درجتين، درجه على بينك روز، ودرجه دي مش بيضاء، الدرجه دي جولد. ماشي الدرجه دي بتعمل نفس الافكت بتاع اللي هو الهايلايتر الليكويد بتاع بريتي وومن، يعني هو شايفين لونه ابيض لكن هو بيدي بيدي هايلايتر جولد. تمام فهو ده نفس الفكره، بصوا هو لونه ابيض لكن بيدي هايلايتر جولد، بصوا شايفين مش ابيض. تمام فتعالوا بقى نحط هايلايتر كده، تعالوا ناخد فرشه من هنا. هاخد الفرشه دي بس هنضفها الاول. استخدم انهي درجه؟ مش عارفه، تعالوا استخدم الدرجه دي. واو الله الله الجمال ده، الجمال ده يا جماعة.
لا لا لا، إنه جميل، إنه جميل، واو، والفرشة جميلة. إنه جميل والفرشة جميلة. وأنا عبيطة. طيب الدرجة اللي احنا حطيناها دي يا بنات اسمها بينك ساند، تمام كده. تعالوا هحط الدرجة التانية برضو لان هو عجبني قوي، فانا قررت ان انا ايه احط منه الدرجة التانية كمان. هحطها بقى هنا كده. مش بقول لكم انه جميل. بصوا انا حطيت الفرشة كده، نور نور يا جماعة. رائع. واو جميل، انه جميل، والدرجة جميلة. طبعا انتي لو عندك مسام واسع قوي اوعي تعملي اللي انا بعمله ده خالص. هو انا عندي مسام ومش واسع قوي، بس عندي مسام، بس انا بحب الهايلايتر، فانا بالنسبه لي مفيش مشكله. انتي لو عندك مشكله في المسام اوعي تعملي اللي انا بعمله ده اطلاقا اطلاقا اطلاقا، لو تحطي على خدودك يعني. بنات درجه الهايلايتر بتاعت فول بين دي رهيبه، اقسم بالله رهيبه. بصوا هما الاتنين تحفه، بس فول بين دي فظيعه فظيعة فظيعة يعني، حلوة قوي. بصوا هجرب استخدم الروج دوت، ده الروج الكوري من ماركة كاريت تقريبا، وده من عند نفس الجروب اللي منه تلات ارباع الحاجات اللي هو يلا شوبينج، تمام. هما بيحبوا يحطوا الالوان النود برضو، النود اللي على بينكات دي، فانا هحطه. بالنسبة للون الروج يا بنات، هو انا حاساه فاقع شوية، فانا ممكن اصلا اغيره، بس خلينا دلوقتي كده. عايزة اوريكم بس الرموش اللي انا ركبتها المفروض ان هي اصلا رموش خفيفة، بس هي علشان كثيفة فتحسيها ان هي دراماتيك شوية. بصوا هي اهي دي، المفروض اللي هي ارض الدبل اب دي، طبعا دي مش اصليه، بس هي حقيقي حلوه جدا. هي من عند نفس الجروب، رقمها 4D، اهي 4D، رقمها 5D 5D 82 تقريبا اهي، تمام. بصوا شكل الرمش، هو قصير، هو مدور وقصير، بس عشان هو كثيف من جوه فيديكي ايحاء كانك انت حاطه رمو حاطه اي لاينر، وانت اصلا مش حاطه اي لاينر، تمام. ده شكل الرمش اهو، تمام. حبيت اوريه لكم، هو زي ما قلت لكم بيتباع عند نفس الصفحه برضو، تحفه جدا. الماتيريال بتاعته حلوه جدا جدا كمان. اوكي رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما غيرت لون الروج شويه، لانه ما كانش عاجبني بصراحه، فغيرت لون الروج، وكمان وقفت لكم قدام الشباك عشان تشوفوا اللوك في ضوء الشمس، لان 80% تقريبا من افراح الاجانب بيبقى الصبح وفي ضوء الشمس يعني، بيبقى اوبن اير، فحبيت ان انا اوريكم كمان اللوك في ضوء الشمس مش في ضوء التصوير، تمام كده. تعالوا نتكلم بقى عن المنتجات اللي استخدمناها الجديده بسرعه كده. اول حاجه بالنسبه للروج اللي انا كنت مستخدماه اللي هو بتاع الكوري رقم 2 ده، مش عاجبني لونه خالص، مع ان انا رقم 8 بتاعه انا بعشقه، وده من عن صفحه يلا شوبينج، تمام. نيجي بقى لباليت الاي شادو، بطله اللوك النهارده، الباليت فظيعه يا بنات. البلد دي حلوة جدا حقيقي، حلوة قوي قوي قوي. الالوان بتاعتها جميلة جدا، الكواليتي بتاعت البيجمنت بتاع الالوان تحفة جدا، سواء اللي هي الشيمر او سواء اللي هي الباودري اللي هي المط، الاتنين حلوين جدا. الباكجينج حلو جدا حقيقي. انا بحيي بريتي وومن، لان انا بحترم جدا الشركات اللي بتطور من نفسها، زي مثلا ايفون، بحب قوي الشركات اللي بتطور من نفسها، سواء في الماتيريال سواء في الباكجينج، بتحترم. بحس ان الناس اللي بتطور من الباكجينج كمان بتحترم قوي العملاء بتوعها يعني، فتحيه بجد على البالت الرائعه دي، ودي طبعا من عندي يلا شوبينج برضو.
طقم الفرش ده من بي اتش طبعا حلو جدا. تعليقي الوحيد على الطقم دوت اللي هو ما فيهوش فرايتي عاليه من الفرش الوش، لكن فرش العين ممتازه. لو خدتوا بالكم ان احنا ما استخدمناش ولا فرشه دمج ولا فرشه دمج من خارج الطقم، كل اللي استخدمناه النهارده فرش الطقم دوت. بجد حلوه جدا، عامل لك 5 أو 4 من احجام الفرش بتاعت الدمج، بجد حلوه جدا، ساعدتنا في اللوك وكانت جميله قوي بصراحه، عجبتني قوي. تمام، نيجي بعد كده بقى للوهم ده اللي اسمه الهايلايتر. ده الهايلايتر بتاع ايفون يا جماعه، عالمي 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 بجد، فظيع. الدرجه بتاعت فول بيم دي بصراحه، والبينك كمان، بس فول بيم ضربه في العالي بجد. لا تحسي ان انت بتستخدمي حاجه كده عاليه يعني، بجد عجبني قوي 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 الهايلايتر الجديد بتاع ايفون، يستحق التجربه فعليا، وانا اتبسطت قوي بجد بيه، حلو قوي قوي. هسيب لكم طبعا لينك الصفحه بتاعت منتجات ايفون، وعلى فكره بتعمل خصومات حلوه قوي، وهي من عندها كمان اللي هي الماسكارت الحواجب اللي هو لونها اللي انا حاطاه ده من عند ايفون برده، هسيبها لكم الصفحه بتاعتهم تحت. نيجي بقى للمسابقه بتاعتنا، وهي المفاجاه اللي كنت عاملها لكم. اول مره اعمل مسابقه على قناه عندي، وده بمساعده صفحه يلا شوبينج. قد تكون الجايزه مش كبيره، لكن كبدايه فبالنسبه لي كويسه يعني. وهي مسابقه هيكسب فيها بنتين، واحده فيهم هتكسب الطقم دوت، طقم فرش بي اتش، والتانيه هتكسب باليت الاي شادو بتاعت ايفون، سوري بتاعت بريتي وومن. تمام كده، المسابقه ديت هيكون فيها بنت هتكسب من اسكندريه، وده لان يعني بنوته صاحبه صفحه يلا شوبينج اسكندرانيه، فحبت تحيي اسكندريه شويه، ففي بنت من اسكندريه وبنت من اي محافظه تانية ان شاء الله باذن الله. شروط المسابقه طبعا سهله جدا، هي ان انت هتروحي تحت البوست، يعني انا هسيب لك تحت في صندوق الوصف لينك الانستجرام بتاعي ولينك صفحه يلا شوبينج على فيسبوك. هتروحي تعملي فولو ليا على انستجرام، وهتلاقي صوره ليا وانا ماسكه فيها المنتجين دول، هتكتبي تحت الصوره تم، وهتكتبي المحافظه بتاعتك، وهتروحي عند صفحه يلا شوبينج على فيسبوك، هتلاقي برده نفس الصوره ديت ليا عندهم، هتكتبي تحت الصوره تم وتكتبي اسم المحافظه بتاعتك. هنختار بنتين، بنت من عند صفحه يلا شوبينج وبنت من عندي على الانستجرام، يعني من على فيسبوك ومن على انستجرام. وطبعا هسيب لكم البوست بتاع المسابقه ديت على يوتيوب عشان تبقوا عارفينه. ولما تكتبي على انستجرام تحت الصوره بتاعتي تم وتكتبي اسم المحافظه، تعملي منشن لاتنين من صحابك، يبقى كده هي دي الشروط. تمام كده، يا رب تكون الشروط سهله ومسابقه حلوه وتفرح اي بنوته، وكل سنه وانتم طيبين، وتعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على انستجرام. باي باي.